تخيلوا معايا اخوتي خواتاتي، واحد الشخص بكامل قواه العقليه زعما بعقله كيهز راس مقطوع ديال بنادم وكيديرو في ميكا كحله وكيمشي به من البساتين حتى الحمريه، وكيدخل البار باش يشرب وكيحط حداه داك الراس وكيشرب هو مرتاح وبكل بروده. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بواحد القصه زوينه، واليوم ان شاء الله قصه كلها اثاره، وغادي تمشيو معايا كاملين لمدينه مكناس سنه 1961. عرفت مدينه مكناس واحد الواقعه اللي ما غاداش تنسى ولا عمرها غتنسى، وبقات كتعاود ما بين الاجيال والاجيال والاجيال، الواقعة ما بين برج مولاي عمر والبساتين في مدينة مكناس سنة 1991. وقعت الواقعة اليوم أكيد غتكونوا عرفتوني علاش غادي ندوي، غندوي على مجنينة. مجنينة من أخطر المجرمين اللي مروا على مروا في التاريخ ديال بلادنا المغرب. مجنينة مجنينة والسمية توريكم مجنينة شناهي. مجنينة مجنينة خرج في الثالث ابتدائي، الثالث ابتدائي الله وصل الثالث، خرج من المدرسة وخرج للزنقة باش يتفرغ للإجرام وداكشي ديال المطايفات والعصابات من الثالث ابتدائي. وتصوروا طفل صغير من الثالث ابتدائي كيتفرغ لهذا الشيء، من خصوصا من بعد ما مات بواه خرج ليها نيشان وتسمو سخطت عليه حيت كان كيشفر ليها الماناط والما عندو الدار وداكشي. المهم كيمشي كيبيعو. مجنينة تشد على 19 عام في السجن، دوز 20 عام ديال السجن، تحكم ب 20 عام ديال السجن وخمس سنين، دوز منها غير 15 عام وخرج عفو. يلا كيخرج بست شهور رجع عاوتاني للحبس، تحكم بعامين، خرج تحكم بعامين، دوز منها عام ونص والباقية خرج ليه فيها العفو. ويلا عاوتاني السيك مجنينة، السيك مجنينة خرج ما دازش بزاف صافي، هو يكحل مرة وتحكم بالإعدام. إلا جيتي تحسبو معايا غتلقاو وتنقصو هاد المدة ديال 19 عام اللي تشد عليها، وتنقصو منها الطفولة وشحال دوز في الحبس، غتلقاوه مدوز شي 5 سنين صحيحة في مدينة مكناس. وماذا بكم شخص اللي مدوز اقل من 5 سنين ولا 5 سنين، نقولوا 5 سنين مدوزها في مكناس وخلى سميتو بصمها ودار ليها الطومبو؟ دابا حنا في 2023، ولا مشيتي لمكناس ولا اي بلاصه وقلت لهم مجنينة غيجبد لك الواقعه ديال الراس، يعني خلى سميتو محفوره عن اي واحد وسماوه مجنينة. عرفتوا علاش؟ حيت كان كيتعصب بزاف، كيتعصب لواحد الدرجه هستيريه. الا جيتو تشوفوا دابا في جميع تقريبا جميع المنازل الشعبيه، المهم الاحياء الشعبيه، كندو على الاحياء الشعبيه، لا بان شي واحد كيتعصب ولا شي حاجه، قيسم في خدمه كيقول لك تسير تما كتهوى مجنينة، تما كتجنن عليا. هذه من هنا جات مجنينة، حيت مجنينة كان الرمز ديال العصبيه الكبيره بزاف. مجنينة خوتي خواتاتي دوز جميع العصابات، خدم معاهم، ما خلى حتى شي عصابة في مدينة مكناس والجهة كاملة ما دوزهاش. ومن بعد ما سال كاع العصابات قرر انه يدير عصابة ديالو بوحديتو، ولكن دوز واحد المدة وتسجن، تسجن بتهمة تكوين عصابة إجرامية وسارقة. مجنينة دخل على السن كما قلت لكم على السن 19 عام، دخل الحبس وتحكم عليه ب 20 عام، راه يدوز منها 15 عام و 5 سنين تخرج ليه فيها العفو. مجنينة هو في الحبس تلاقى مع واحد رئيس ديال العصابة اللي خطير جدا وصحيح بزاف، سميتو حنفوزة. مجنينة حنفوزة والاسماء من الاسماء باينه شنو كاين. تلاقى مجنينة مع حنفوزة، المهم دات حرب العصابات داخل السجن،
كل واحد فيهم باغي يحكم. مجيني انا كيقول محنفوظه انا اللي غنحكم، محنفوظه كيقول لي انا اللي غنحكم، بقاو على بعضياتهم انا نحكم انا نحكم. المهم ماكم عارفين حرب العصابات من الطائفة داخل السجن هذه. حنفوزة دوز المدة السجنية ديالو كما قلت لكم، وخرج بالعفو ديالو من بعد 15 عام. ومن بعد 6 شهور تقريبا مجينينا كيفما قلت لكم عاوتاني عاود تشد في السجن، وكان كيجريسي بنادم، ماشي غير كيجريسي بنادم، كيجريسي بنادم وكيعطيه العصا مزيان وكيوكل عليه مزيان كيخلي البصمة ديالو عليه. ومجيني هنا كيفما قلت لكم هو في الحبس تلاقى مع حنفوزة. ومجيني هنا من بعد الخروج ديالو من بعد عام ونص كون عصابة إجرامية خطيرة بزاف حدا البرج في البساتين. اخوتي كيفما قلت لكم الصراع اللي كان داخل السجن بين حنفوزة ومجيني هنا قرروا انه يكملوا عليه في الشارع، يعني برا في الزنقة. مجيني هنا واحد النهار كان راجع سكران هو وصاحبه كيف ما العاده كيف ما جميع الايام راجعين محيحين بيلا. مجيني هنا طايح بيلا، وصلوا حدا واحد البراكه ديال واحد السيد كاين حدا في الجنب ديال البساتين. صاحب مجيني هنا طاح على هذيك البراكه، ملي طاح على هذيك البراكه البراكه ما صحيحاش بزاف بحال عواجت. الراجل ناض خرج بدا كيغوج على صاحب مجيني هنا. مجينينا ما عجبوش الحال، شد هذاك الراجل صرخو مزيان، تحامى عليه هو وصاحبو صرخو مزيان وكلوا عليه مزيان. خرجت خت هذاك السيد وهي تقول لهم هذا وشنو كديروا ما يمكنش وحشومه عليكم، هما كيضحكوا عليها عاجبهم الحال. وهي تقول ليه خت هذاك السيد قالت لي مجينينا قالت لي غادي تمشي في حالك والله ما ندوزها لك والله تنشكي بك لسيدك. قال لي شكون هاد السيد اللي غادي تشكي ليا بيه؟ شكون اللي كاين شي سيد في البساتين من غيري انا؟ وما طاحش ليه على بالو سيدو هو حنفوزه اللي كتقصد. قالت لي غنشكي بك لسيدك حنفوزه. ها 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 قال لي شكون هاد حنفوزه واش غيقدر يدير ليا؟ وهادي انا هو الملك، انا هو كلشي، انا هو ملك ديال البساتين، انا هو الصاحب ديال كلشي. زعما ما 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 عجبوش الحال. مجيني هنا طلع لي الدم بزاف. وهي فعلا وصلت الهضرة ومشات قالتها لحنفوزة. حنفوزة ما تسرطاتش ليه ديال بصح وتذكر الماضي في السجن وقال اليوم غادي نسالي مع هذا السيد حيت ما يمكنش يبقى نبقاو بجوج، واحد فينا هو اللي غادي يبقى. ناض حنفوزة جمع العصابة ديالو ومشاو تعرضوا لمجيني هنا في السكة ديال التراب الخلا والقيفار راكم عارفين. مجينينا كيف العادة ضروري هز مع داكشي ديالو ديال السنسلة الموس السيف الموس. المهم تعرضوا ليه قرروا انهم غادي يضاربوا وجها لوجه هو حنفوزة والاخرين غادي يتفرجوا. دخل حنفوزة راه صحيح على مجينينا ولكن مجينينا ذكي بزاف وغدار بزاف. بداو كيطايفو السناسل هادي الطنس. مجينينا كيدور في السناسل الاخر كيعطيه بالزرواطه الاخر السنسله الاخر الزرواطه حي قراطاو بعضياتهم الاخر حيد الاخر الزرواطه الاخر حيد ليه السنسله حيد ليه الموس ديالو. بقاو دراع هما اللي بقاو دراع اكيد حنفوزه غادي يقضي على مجينينا حيت صحيح عليه. هما اللي حنفوز مجينينا عفوا حس براسو غادي ياكل العصا وغياكل الزرواطه مزيان هو يجبد واحد الموس حاطو هنايا ديرو هنايا في التقاشر جبدو كيعطيه العين. حنفوزة ولا عور وتعور وطلع ليه الدم بزاف وتماك مجيني نسلت فحالو وخلى حنفوزة خلى فيه العلامة. حنفوزة كاع بزاف ولا كيقول لصحابو لأي واحد تماك في ديك البساتين الجنانات ولا كيقول ليهم انا كنحلف لكم بالله حتى غادي نجبد ليه عينو وغادي نغتصب ليه مو الشارفه قدامو هو كيشوف وكيحلف وكيتحلف عليه وكيقلب عليه مزيان. واحد النهار مجيني حنفوزة صيفط صاحبو اللي سميتو ولد الطبال وكيتيق فيه بزاف صيفطو عند مجينينا قال لي غادي تمشي تخشي ليا مجينينا
غادي تمشي تشوف ليا الاخبار ديالو، ماشي بالضبط تقتل ليه، المهم تشوف ليا الاخبار ديالو وتشوف ليا شنو كاين، تشوفي فين كاين في الجنانه. والطبال ملي مشى هو يحصلو مجيني هنا، قال لي شنو كدير هنا وهادي من هنا من ليه. حاول هو الطبال واخا هو راه باغي يعرف الاخبار ديال مجيني هنا، ناض قال لي لا انا خويا جيت ناخذها تفيفيح وغنرجع بحالي. واكيد مجيني هنا ما تايقش وشدو بقى كيصلخ فيه يصلخ فيه يصلخ فيه، عراه ملطن وربطو على شجره وبقى كيعطيه يعطيه 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 تفقد الوعي. وهنا غادي تزيد الطامه الكبرى ملي فقد الوعي، مجيني انا شد داك الموس اللي عور بيه حنفوزه ودوز عليه من العنق حتى العنق وجر الروح دا واحد العوينه وبقى كيجر يجر يجر تقطع عليه راسه. تبغريش صراحه ملي قطع عليه راسه دارو في هذيك الميكانيك اللي كان جاي يجمع بها التفاح يشري بها والطبال التفاح، ومشى مع راسه شو من البساتين حتى الحمريه كيف ما قلت لكم وريح. جيب لي واحد جوج بيرات، جبت لي جوج بيرات شرب جوج بيرات، جيب لي واحد جوج بيرات شرب عاوتاني جوج بيرات، جيب لي واحد جوج بيرات شرب بقى كيشرب يشرب. السيدة السربية اللي كاينة تماك ما قالت هذا ما غاديش يخلصني ولا شي حاجه، طلع عليه الدب. جات عنده قالت لي غادي تخلصني عاد غادي نجيب لك. قال لي غادي نخلصك عاد غادي عاد تجيبي ليا. هو يهز هذيك الميكه ديالو وقلبها قدام الطابله وخرج الراس المقطوع حطوا ليهم. والسيده اللي كانت واقفه سخفت وقال لي هذا هو اللي غادي يخلصك، سخفت طاحت كا الناس كاين اللي سخف كاين اللي طاح كاين اللي هرب كلشي هرب ولا طايح كثر من بايط. وعيطوا لي على البوليس، ملي جاو البوليس شافوا هذاك المنظر بغاو يشدوا، قال لي خلوني نكمل غير القرعه ديالي، كمل القرعه ديالو وهزو الدم. وهنا مجينينا غادي تسالي النهايه ديالو، مجينينا اللي دوزها جات النهايه ديالو وتحكم عليه بالإعدام. ولكن مجينينا غايقول البوليس عيطوا لي على الوالده ديالي نتسامح معاها، ملي عيطوا لي على الوالده ديالو تسامح معاها، المهم سمحي لي الوالده وهذا. ولكن ما تسرطاتش ليه شي حاجه سميتها انه ما صفاهاش الحنفوصه اللي هو السبب ديالو دابا تدخل وغادي تعدم. كاين الناس كيقولوا هو بعدا المهم قبل ما يتعدم دار واحد القنبه وشنق راسو داخل السجن. وتصوروا لي تصوروا الشجاعه وتصوروا مع ما فهمتش واش مرض واش شجاعه واش شنو هو انك تشنق راسك قبل ما يديروا لكم الاعدام، يعني عندك واحد الشجاعه واحد القطره اللي ما كايناش. ولكن واحد اللي دوز حياته كامله في السجن راه باين عنده شي شجاعه ما كايناش، شنق راسو مجيني هنا مات داخل السجن قبل ما يديروا ليه الاعدام. والتساؤل اللي كاين الناس كيقولوا ان مجينينا قتل راسو وعدم راسو قبل ما يعدموه حيت كان باغي يصفي الحنفوزه وبقى فيه الحال وقال غنصفي الراس. كاين اللي كيقولوا حرق راسو، كاين اللي كيقولوا بزاف ديال الحوايج. المهم هو مات في الاخير قبل ما يعدموه. وهنا كتسالي خوتي القصه، كنتمنى تعجبكم القصه، قصه ديال مجينينا السفاح ديال المجرم ديال مدينه مكناس. وكيف ما كاينين الناس مجرمين الله يعفو، كاين هذيك راه كاين الناس زوينين في اي بلاصه، والله يبعد عليكم ولاد الشر. الى فيديو قادم ان شاء الله خوتي، ما تخسروا والو لايك للفيديو باش يطلع ويشوفوه جميع الناس. ولكن كيهمك المحتوى تابونا معنا باش يوصلك كل جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، كان معكم عمار الوهابي.